لا الى حد الساعه وصلنا لثمانية ديال الاعتقالات، وهالثمانية ديال الاعتقالات بالتنسيق مع الامن الوطني والدرك الوطني والمصالح الاخرى المختصه ديال المملكه، وقفنا على حالات ديال شبكات، لان هذا الموضوع ما تلاش اب ولا ام كتصيفط كتصيفط تصحيح، ولاو شبكة في الدار البيضاء. الآن تعتقل التلميذ وراه غاديين مع الشبكة بالوسائل اللي انتم على كل حال في التلفازة كتفهموها. وعندي حالة في تفلت هذه 45 دقيقة بالضبط حتى هو دخل في إطار ديال الشبكة، والمصالح ديال الدولة كلها واقفة مع وزارة التربية الوطنية في هذا الحدث اللي هو حدث وطني وماشي بوحدنا في العالم بأسره، البكالوريا حدث وطني، وإن شاء الله من المؤكد بالمجهود اللي مقدمينه الأساتذة والأستاذات ورؤساء المراكز والمراقبين أنه إن شاء الله غدوز الامتحانات ديال البكالوريا في ظروف جيدة.